كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. يحضر سيد عامل إقليم سيدي قاسم لإعطاء الانطلاقة لتقوية الطريق رقم 42-34 واللي كتبلغ طولها 22 كيلومتر لضمان وجودة حركة السير لجميع المواطنين. بقوا معنا. Let's have a look.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.